معنا اتصال مها من الرياض او معنا عبد الرحمن من الرياض عفوا. نعم يا اخ عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك. الله يعافيك. عندي سؤال، ثلاث اسئله شيخ. الاول عطنا اياها جميع. الاول طال عمرك، انا بحامي مجبر ولا جيت اتوضا امسح على المسح، فما طيب. ادري يعني، وفي المسح اللي قدام ما يصله مويه. نعم. والثاني ظننا انه ما يجي للتجبيره ما. طيب، يقول ان ابهامه مجبر وعليه جبيره، يسال يعني عن طريقه المسح وكيف يكون ذلك. نعم، اذا توضا يمسح على الجبيره ويكفي عن غسل ما تحتها الى ان ينزعها، ما دام انه يحتاجها تبقى ويمسح عليها كل ما توضا الى ان يبرى ما تحتها ثم ينزعها. نعم.